علينا الآن فرحة عارمة تجمع العرب كلهم. لماذا؟ لأن هناك النصر ثم النصر ثم النصر. تحيا المغرب وتحيا قطر كذلك الدولة المنظمة التي شرفت الأمة العربية والعالم كله وبينت بأن العرب يستطيعون أن يحققون المستحيل. تحيا قطر، تحيا قطر وتحيا المغرب. وإن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سوف نحقق المعجزة. تحياتنا لأهلنا في تونس، المرة القادمة إن شاء الله كذلك يحققون الأبطال. وكذلك بصفتي جزائري أتمنى للفريق الجزائري كذلك النجاح، ويحيى الفريق المغربي. تحيا المغرب وتحيا المغرب وتحيا المغرب وتحيا المغرب. كأس العالم قطر 2022، الحياة فين في قلب المونديال، أخبار نتائج تحاليل وتصريحات. قطر 2022، الحياة في المونديال.